السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه المحور في كل مكان. حلقه جديده وبرنامجكم مطبخ عظيمه، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. وطبعا كل سنه وحضراتكم طيبين، واتمنى من الله انه الايام القادمه باذن الله ربنا يجعلها ايام مباركه ودعوات مستجابه، ويعدي علينا العيد والايام العشره من ذي الحجه بخير. وطبعا اللي هيصوم يتذكرنا بالدعاء، ويا ريت كلنا نفتكر بعض وندعي لبعض، لانه دي حاجه جميله جدا انه حد يفتكر حد في ظهر الغيب ويدعي له. واتمنى يا رب انه يجعله عيد مبارك علينا وعلى حضراتكم وعلى الامه الاسلاميه جميعا يا رب العالمين. طبعا بذكر كل مشاهدينا الكرام بصفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمه بالعربي، والصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي. لو حضراتكم حابين تبعتوا انتم محتاجين ايه يتعمل في خلال الايام القادمه، لان احنا دايما بنتلقى طلبات حضراتكم وننفذها في حلقتنا مباشرة. النهاردة هنعمل وصفات لطيفة. احنا طبعا عارفين ان كل اهالينا وكل البيوت وكل الاسر اللي متعودة انها تذبح بتذبح وبتبدأ تخزن لحمتها وبتبدأ تاخد القطعيات بتاعتها وتوظفها في الديب فريزر او في الفريزر على حسب احتياجاتها. بيبقى في اصناف معتادة احنا بنتعود عليها دايما وبنعملها على طول، وفي اصناف بتبقى شويه عايزين نخرج من التقليدي ان احنا نعمل صنف على السفره يكون مختلف ولكن مش بعيد عننا قوي. فخلينا النهارده نبدا كده بصنف من الفتات ولكن باللحمه، مش هنعمل فته غريبه، يعني هنشتغل باللحوم. هنعمل فته اللحم بالزبادي، ليها تكنين جميل كده، وبرده نستخدم اللحم المسلوق. لو احنا عملنا شويه فته او سلقنا شويه لحمه وقلنا عايزين نستخدمهم في طبق سريع نعمل منه طبق مختلف، ممكن نعمل الطبق ده. هنقول المقادير مع بعض. بسم الله. عندي لسلق اللحم كيلو من اللحمه متقطع مكعبات، وعندي اتنين بصله متقطعه مكعبات، وسمرتين من البصل يعني بصلتين متوسطتين، وعندي معلقه صغيره من الفلفل الاسود الحب، عود من القرفه، اتنين من ورق اللورا، طبعا رشه من الملح او نص معلقه من الملح. طيب مقادير الرز اللي هنتعامل مع الفته، ورز عادي خالص، كوبايتين من الرز البسمتي الابيض، اربع معالق من الزيت، معلقتين من الملح، او ممكن نستخدم كمان الثلاث كوبايات من مرق اللحم اللي احنا سلقناه. طيب هنبدأ بعد كده. هقول صوص الزبادي. عندي صوص الزبادي، صوص زبادي عادي، عندي على حسب طبعا كمية اللحم اللي هنعملها وكمية الرز والطبق هيساع قد ايه من افراد الاسرة. هنعمل اربع كوبايات من الزبادي، اربع فصوص من الثوم، ومعلقة صغيرة من الملح بسيطة. طيب للتقديم عندي عيش الشامي المتحمص ولوز محمص او كاجو او اي حاجه حضراتكم، الصنوبر، اي حاجه حضراتكم عايزين تحطوها. انا كمان هزود سماء معاها للتزيين، ان السماء من الحاجات الجميله جدا مع الفته دي. طيب هنبدا كده نقول بسم الله. احنا عملنا ايه هنا؟ خليني اوري حضراتكم. ده اللحمه اللي اتسلقت في البصل وفي الفلفل الحب والورق اللورا وعود القرفة بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها وانا لكم حالا دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدأ ننشلها كمان من الحلة بتاعتنا. بصوا كده اهي اللحمة، هنبدأ ناخدها ونبدأ نخليها في طبق كده على جنب، وانا كمان اقدر استفيد من الشوربة بتاعتها في البصل، ان انا اقدر اخد الشوربه دي اسقي بيها الرز اللي انا هعمله. هنبدا ننشلها كده في طبق صغير. خليني اخد كده ممكن بوله صغيره نطلع بس فيها قطع اللحمه من هنا. عادي انا لو فيها كمان حبات بصل ولا حاجه مش مشكله خالص، بيدي طعم حلو، اصلا بيبقى مهروس. وعايزين تصفوا الشوربه دي ما بتترميش، هسقي بيها الرز يدي طعم حلو قوي. واقدر كمان لو انا مش هعمل بيها كده وهيتبقى عندي شويه كمان، يا اما هعمل منها شوربه يا اما هخليها واحتفظ بيها واستخدمها في اطباق كتير جدا. تنفع بيها في الفته، تنفع بيها، هسقي بيها اي حاجه من الطواجن الحلوه اللي احنا هنحتاج نعملها في العيد. هبدا بس كده. عايزه اقول لكم ان البصل المسلوق ده كمان تقدروا تفرموه، يعني نصفيه كويس، بينزل كل فايدته في المرق ده. ده عود القرفه هنشيله مش محتاجينه، وهنبدا بقى نجهز كمان للرز. الرز عندي زي ما حضراتكم حابين، انا هقدم معاها رز البسمتي الابيض
وادي ورق اللورة، بصوا الجمال. طبعا اللحمه ريحتها، والشوربه دي اصلا لوحدها لو اتعصر عليها بس ليمون واتشربت كده، في ناس بتحب قوي تعمل كده، بتبقى جميله جدا. اكيد كل واحد فينا عنده ذكريات من العيد، خصوصا اول يوم لما بتتعمل اللحم ويتسلق ويبقى فيه حد في البيت مستعجل وجعان وعايز ياخد حاجه سريعه كده. طيب قعدوا كده، ننزل بقى الكميه دي وهشيل خلاص عود القرفه ده، خلي اللحم هنا وهبدا اخد الحله دي ونشتغل مع بعض الرز. احنا طبعا مجهزين بس هنعمله برده مع بعض. الرز الابيض، رز ابيض بسمتي عادي جدا، بس هو التيست بتاعه هياخده من المرق اللحم اللي احنا هنستخدمه. بسم الله، هاخد كده معلقه زيت وهاخد كميه رز على حسب ما احنا عاوزين. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتفقنا ان الرز لما بيكون جاف ونوعه كويس ما بحتاجش ان انا انقعه، في انواع لازم نحترم ان احنا ننقعها علشان بتبقى الرز اطول شويه وبتحتاج النقع علشان تحصلوا على الرز مستوي وجميل بشكل كويس. طبعا انا هسقي من المرق، بس هضيف هنا حاجه بسيطه قوي، ذره ملح بسيطه جدا، وهبدا اخد من المرق ده. انا بس بشوح شويه، خليني اشوح بس البصل الاسفل الرز كده شويه، حبه حلوين كده، وايه وبعدين نضيف عليه المرق. طبعا بنحط اما مرق بيغلي زي ما حضراتكم شايفين كده، مرق بيغلي او ميه بتغلي لو مش متوفر يعني المرق. طبعا بما اننا سلقنا اللحم اكيد هنستفيد من المرق بتاعه، هيدي تيست وطعم جميل جدا للرز. بسم الله الرحمن الرحيم كده. تعالوا بقى، طبعا عايز يصفيه مفيش مشكله، هنقلب بس تقليبه كده خفيفه، هيغلي غلوه وهبدا اهدي النار علشان يتشرب كويس اهو، ونغطي بقى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلاص هنرفع كمان المرق هنا من هنا، وهنبدا نشتغل في باقي الوصف. اللحمه دي انا عايزه اديها تشويحه حلوه، اوري حضراتكم برده الرز اما بيطلع. هفترض عندي شويه رز زي كده عملتهم من قبل، وانا بعمل رز جديد اكمل على معيار شويه رز باقيين عندي. قبل ما يتشرب الرز ده، قبل ما يتشرب بشويه صغيرين والميه تبدا تقل عن الشكل اللي حضراتكم شايفينه، هاخد شويه الرز القدام اللي انا حاطاه في البوله البارد ده، هاخد منه واحط هنا على الرز اللي في الحله، ويكون خلاص النار زي ما بيقولوا شمعه تحت الرز، واسيبهم مع بعض عشان ده يرجع فريش والتاني بيكون خلاص شبه بيتشرب. دي برضو فكره لطيفه تستغلوا بيها الرز لو بات وفاض عندكم. طيب دلوقتي بقى انا هبدا اخد كده طاسه صغيره عايزه احمر فيها اللحمه، فانا هحطها هنا وهبدا احط معلقه سمنه علشان ادي تيست وطعم حلو للحمه الحلوه دي، تتحمر التحميره الحلوه. فاخد معلقه سمنه حلوه كده وهبدا احمر، لا مستكه في التحمير، لا احنا عاوزين ندي المستكه في طعم المرق. اقدر ادوبها الاول وابدا احط البصل وابدا احط واشوح اللحمه تشويحه كده مع نص معلقه السمنه دي والمستكه ورق اللورة والبصل والحبهان والحاجات، وبعدين اضيف الميه السخنه بتغلي واسيب بقى الشوربه تبدا، اول ما تغلي اهدي النار واسيبها تستوي. دي الطريقه اللطيفه اللي نستمتع بطعم المستكه فيها. العفو يا مطعم. هنحط بقى هنا كده ايه معلقه من السمن. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه ايه احمر اللحمه دي لانها لازم تتحمر قبل ما نشتغل او نجهز الطبق بتاعنا. هديها تحميره حلوه كده قدام حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خلينا ايه ندوبها حلو. السمنه انا اخترتها عن اي حاجه تانية علشان اللحمه عندي ما فيهاش دهون كتير، والسمنه بتدي طعم زي زمان ما كنا متعودين. لو تفتكروا بناكل الفته واللحمه لازم كانت تتحمر شويه، وانا عاملاها مكعبات صغيره عشان اللي ياكل بالمعلقه من الفته يقدر ياكل القطعه على طول مره واحده. وحدات بصوا كده جميله جدا،
نقلوا بقى ايه، نحط بقيتهم هنا كده. من غير بس المرق ده، حاول ما يبقاش فيها اي صوص خالص عشان ما تطرطرش علينا وتضايقنا واحنا بنحمر. وبعدين بيبقى فيه كده حاجه جميله جدا بتتباع في المحلات اللي بتبيع حاجات المطبخ، بتبقى عامله زي فاكرين زمان كان في منخل ناعم كده، بيبقى كده وليها يد بتتحط فوق الطاسه، تاخد الدايره وتحجب شويه الطشطشه او طرقعه الزيت والسمن واحنا بنشتغل. دلوقتي احنا هنعمل ايه بقى؟ انا هحمر شويه اللحمه، وعقبال ما احمرها هستسمح حضراتكم ان احنا نطلع فاصل صغير، هنرجع بعد الفاصل تكون اللحمه اتحمرت.